أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أهمية مواصلة تعزيز العلاقات الاقتصادية وزيادة التبادل التجاري مع الأردن اتساقاً مع مستوى العلاقات السياسية والروابط التاريخية بين البلدين. جاء ذلك خلال استقبال الرئيس المصري نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، حيث بحث في القاهرة العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية، وأعرب عن الارتياح لمستوى التنسيق القائم بين الجانبين.